ايه ده؟ ده صوت فرقعه. مش قلت لك انا لما بفرح في حاجه بتفرقع؟ ولا يهمك، تعالي اتفرجي على جمال المطبخ. شوفي الديكور، شايفه الاضاءه عامله ازاي؟ مطبخ حلو قوي بصراحه. بصي جمال النجفه دي، نجفه روعه روعه روعه. صباح الخير على فريق العمل الجميل اللي مشرفني ومنورني النهارده. صباح الخير عليك يا سمر، صباح الخير على كل حبايبي اللي قاعدين قدام الشاشه دلوقتي عشان يشوفوا هنقدم ايه النهارده. ايوه شويه فاكهه حلوين كده الواحد يقعد يمزمز فيهم قبل ما ندخل في غدانا. الله الله، النهارده معانا ضيف جديد. ايه بنتي تعبيطه ولا ايه؟ مش في سكينه وطبق؟ سكينه وطبق. كلنا عارفين قد ايه الكولاجين مهم جدا جدا، عنصر مهم لترطيب البشره وتفتيحها. النهارده معانا برش بيهتم جدا جدا ببشرتنا، اولا بيفتح البشره. ايه ده؟ عبس فاكس فاكس هاكس باكس. انا مش كنت حاطه الفاكهه هنا؟ لا ماما، اروح اشرب عصير عشان افوق. ولا عصير، تعالى فوقني. ولا عصير، عصير. ده وقته، كنت عايزه اشرب العصير. الرسائل الهبلة دي، الله في داهية. لا، حابس فاكس هاكس. يا عصمت يا عصمت يا عصمت، في ايه يا جميلة؟ يا عصمت تعالي الحقيني يا عصمت. حصل ايه؟ طلعت العصير ما لقيتوش، حطيت الفاكهه ما لقيتهاش. انت شربت العصير وانت ناسيه؟ لا وربنا ما نسيت ابدا. انت خدتي الدواء؟ دواء ايه ده؟ لا دي مش تهيؤات يا عصمت. لا دي تهيؤات يا جميله. وربنا ما تهيؤات. اهي اهي التهيؤات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي معايا. ايه ده؟ يا ماما. ايه ده؟ في ايه ده؟ يا ماما. زكي ما حدش يجرؤ ينصب عليا. وانا كريمه سيد العربي، انت ما بتتفرجيش على التلفزيون؟ لا ما بتفرجش على التلفزيون. مش مشكلتي، مش عايزه اشوفك اصلا. استوب يا كباتن، واضح ان احنا الثلاثه اتنصب علينا.